أدى عامل صاحب الجلالة على إقليم بركان والوفد المرافق له صلاة الجمعة بمسجد الأعضى بمدينة إقليم. المسجد الذي شيد على مساحة 2100 متر مربع تكلفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتشييده بمبلغ 18 مليون درهم تنفيذا للتعليمات المولوية السامية في تقريب دور العبادة للمواطنين. تغمرنا السعادة ونحن نفتتح هذا المسجد المبارك الذي شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يكتمل بناؤه وتقام صروحه وأركانه في هذه الأيام المباركة التي يحتفل بها الشعب المغربي بالذكرى 76 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. هذه الذكرى التي تتجلى فيها روح الوطنية في أبهى صورها كفاح وتضحية وتلاحم بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي المجاهد. عناية فائقة ورعاية موصولة يوليهما مولانا أمير المؤمنين عزه الله لبيوت الله بناء وتأطيرا وتجهيزا. وفي ظل هذه العناية الكريمة يأتي هذا المسجد المبارك الذي نفتتحه اليوم بشهود من الله وملائكته وبحضور ثلة من المؤمنين والمؤمنات سكان مدينة إقليم. وبهذه المناسبة نهنئهم بهذه المعلمة الدينية ويستحقون كل خير. هذا المسجد المبارك الذي بلغت تكلفة إنجازه 18 مليون درهم ويسع لحوالي 2000 مصلي ومصلية يجسد العناية الكريمة التي يوليها مولانا أمير المؤمنين عزه الله لبيوت الله والقيمين الدينيين والشأن الديني عموما، كما يجسد السياسة القرب التي تنهجها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عبر تشييد المساجد وإعادة تأهيلها وبنائها في الأحياء والقرى تيسيرا على المواطنين لأداء شعائرهم الدينية في جو من الخشوع والسكينة والاطمئنان. بارك الله في عمر مولانا الإمام أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، اللهم بارك في عمره، اللهم بارك في عهده الزكي، واجعله ذخرا وملاذا لشعبه الوفي، قرير العين بولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، منصور اللواء، مؤزرا بشقيقه مولاي رشيد وبكافة أفراد أسرته الكريمة، آمين، والحمد لله رب العالمين. المسجد الذي تزينت به مدينة إقليم شيد وفق التصاميم المغربية، حيث روعي فيه الصناعة التقليدية المغربية من نقوش خشبية وجبسية وثريات تقليدية أصيلة. وفي خطبة الجمعة ركز الخطيب على ضرورة عمارة بيوت الله مصداقا لقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأشار إلى أن المساجد هي مؤسسات تعبدية تبني الإنسان ليكون خليفة الله في الأرض. وقد ركز على ضرورة الاهتمام والعناية ببيوت الله عمارة ونظافة، مشيرا إلى احتفال المغاربة بذكرى تقديم وثيقة الاستقلال كل يوم 11 يناير من كل سنة، حيث تشكل هذه الذكرى تلاحم المغاربة مع العرش وحبهم لملكهم. وللإشارة، فقد استغرق بناء مسجد الأعظم 18 شهرا ويتسع لحوالي 2000 مصلي ومصلية. مسجد الأعظم بمدينة إقليم يشكل صرحا دينيا مهما سيساهم في تأطير المواطنين في المجال الديني وستضيف للمدينة رونقا وجمالا.